شفت منام احترت أنا فيه، دلوقتي هحكي لكم عليه. شفت منام احترت أنا فيه، دلوقتي هنفسر فيه. شفت منام احترت أنا فيه، هنعيد ونزيد ونفسر فيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا شفت منام. النهاردة بما إن اتكلمنا قبل كده على رمز أو الفرق بين الرؤية والحلم، النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن معنى السعادة في الرؤية. طبعا الرؤى ليها ما يبشر وما ينذر. إحنا عايزين نبدأ حلقة إن شاء الله كلها تفاؤل وطاقة إيجابية وسعادة علينا وعليكم يا رب. نقدر نقول من ضمن علامات السعادة في المنام لما تبقى نايم وعندك استرخاء وصاحي بحاسس ان كده بحاجة جميلة وطاقة إيجابية، بتبقى قايم مستبشر، قايم مبسوط، بتضحك، مبتسم. فالتبسم في المنام من ضمن الحاجات اللي تدل على السعادة. إنما الضحكة لا، ضحكة بصوت، لكن التبسم حاجة جميلة، إنك تقوم بتتبسم، حد يكون صاحبك قبلك بيضحك لك. برضو حتى لو شفت ميت وجالك من بعيد بيبتسم، دي حاجة جميلة. شفت حد بيثني عليك، ده نوع من أنواع السعادة. عندنا كمان نقدر نقول إنك أنت لما تبقى نايم وشايف مثلا إيه نفسك لابس لبس جميل فاخر كده وحلو وحاسس كده بارتياح نفسي وهدوء وقايم من النوم سعيد، ده معناه سعاده. انك انت تشوف نفسك لابس حاجه كده كلها نقدر نقول فرو وريش وحاجه كده جميله كده، ده نوع من انواع السعاده، لان ده غنى. والغنى يا جماعه او الثروه او الفلوس لطبقات كتير من الناس بتوحي بالسعاده، لان الفلوس النهارده احنا مش عايزين نقول ان هي مش كل حاجه، هي صح مش كل حاجه، بس بتحل 3/4 مشاكل ناس كتير. فلما بيقوموا بيحلموا ان هو ممكن يبقى في يوم من الايام عنده ثروه او عنده مال او عنده رزق، فده بالنسبه له بيمثل نوع من انواع السعاده. كمان المراه لما بتيجي في الرؤيه شايفه نفسها في لبس كده كويس جميل، لابسه فستان حلو، عامله شعرها بطريقه حلوه، اعرف ان هي كده على خير. خير في ايه؟ في حياتها. حتى لو كانت الست دي جايه مثلا نقول ايه واحده من اقاربنا المتوفاه، اعرف ان هي حالتها في الاخره ان هي برضو في دار السعاده، يعني عندها كده ايه، هي فرحانه ومبسوطه وعايشه كمان في مكان احسن من اللي احنا فيه بكتير، وعايشه كده وهي سعيده ومتبسمه، لان هي ظهرت بصوره نقدر نقول ايه، مثلا هي بتبقى في الحقيقه شعرها مش حلو، تيجي في الرؤيه شعرها جميل وناعم وطويل، ده كده نوع من انواع السعاده. ان الواحد يشوف نفسه بيضحك متبسم، مش ضحك اللي هو بصوت، متبسم ولابس لبس جميل وبياكل اكل حلو، وحتى وهو بياكل كده حاجه مسكره دبت في بقه، ده نوع من انواع كلام حلو، السعاده. برضو الروايح والعطور في المنام بتدل على الكلام الجميل وبتدل على المحبه، برضو نوع من انواع السعاده. نقدر نقول برضو الفاكهه الطيبه اللي هي بيستطعمها الإنسان وبيجيله لغاية عنده على طبق من فضة، ده نوع من أنواع السعادة. نقدر نقول يعني كل دي مدخلات للسرور والبهجة على الإنسان، فبالتالي بيبقى قايم من النوم يا خير يا رب، أنا شفت إيه اللي أنا بشوفه ده، أو إيه اللي أنا سامعه ده، أو إيه اللي أنا شمه ده. لأن أحيانا بيبقى نايم بيشوف حاجة كده زي عطر بيفج وهو شمه في المنام، سبحان الله، فدي سعادة. معانا اتصال، معلش عشان. وعليكم السلام. ازيك يا دكتورة؟ الله يسلمك، اتفضلي. لو سمحتي، كانت بنت اختي شافت رؤية، هي ماما متوفية، فشافت كأنها هي جاية لابسة أبيض، وبتقول كانت مبسوطة قوي وشكلها صغير، هي ميتة وسنها كبير يعني، بتقول جاية وهي شابة كده، بتقول شكلها صغير ومبسوطة قوي، فهي بتقول لها هو أنت مبسوطة قوي كده ليه يا تيتا؟ فقالت لها ما عشان ابن معايا او خالك، يعني ليا اخ كان مات صغير يعني. تمام. بعدين بتقول لبنت اختي دي بس انا هبقى مبسوطه اكتر لما اخدك معايا، وبتقول مسكتني من رقبتي كده حاولت تخنقني، فهي خافت جدا وعماله تقول لها لا يا تيتا انا لسه بذاكر، طب لما اخلص انا مش عارفه ايه، وخافت يعني وكده. فبعدين اختها واقفه فبتقول لها انا يا تيتا خلصت مذاكره وكده، وهي مش عايزاها تشوف اختها يعني عشان قلقانه مش عايزاها تموتها يعني. بس الرؤيه خلصت على كده، بس هي قلقانه يعني من الرؤيه وكده. ما تقلقش ان شاء الله كله خير. حاضر، من عينيا هفسرها لك. هي عموما رؤيه الحد المتوفي او اللي ميت، لنا ميت مثلا من الاسره وبيبقى جاي على هيئه فيها تبسم، ده خير. اعرفي ان هو في دار الحق دلوقتي، في مكانه او في حته احسن من هنا بكتير، منزله كلها خير. ان هي بقى تخنقها وتقول لها ما اعرفش ايه، ده بيبقى احيانا يعني نقدر نقول ايه، ممكن شويه قلق عندها في الدراسه، ممكن شويه مشاكل عندها مثلا في محيط زمايلها، في محيط الاسره، الله اعلم. فطبعا لما تقول لها لا يا تيتا ومش لا يا تيتا، يعني احنا يعني هي المقصود بيها مش لازم تكون بتخنقها او بتقول لها تعالي دلوقتي او انت جايه معانا، لا يعني هي ممكن تكون المتوفاه دي كانت مبسوطه بوجود طفل صغير انت بتقولي اتدفن معاها، ابنها او اخوها، الله اعلم. فطبعا شيء طبيعي ان هي الطفل ده لما بيبقى صغير في السن ويدفن بيفتح لها باب الجنه، فهي بتبقى معاه ان شاء الله في منزله كويسه بصبرها على اللي حصل له. فبالتالي هي بيبقى نفسها، ده فيما معناه هي بتعبر لها عن حبها ان هي عايزه بقيه احفادها معاها، ده تعبير عن ان هي عايزاهم حواليها، لكن مش معناها وحش. وان شاء الله ربنا كمان ان شاء الله كده يعني بعد عمر طويل احنا كده كده كلنا بنحصل بعض، فبالتالي ربنا يرزقنا المكانه اللي فيها رفعه وفيها علو وفيها ان شاء الله يكون فيها خير لينا ان شاء الله. بس فهي ما تقلقش خالص وتستعيذ بالله ومفيش اي حاجه خالص، ورؤيه عاديه جدا زيها زي اي رؤيه. بس فهي معنى السعاده يا جماعه قلنا لو شفنا حد جاي لنا من بعيد متبسم حتى لو متوفي زي اللي شافته كده، يعرف ان هو في منزله جميله، يعرف ان هو عند ربنا في مكان كله سعاده وكله سرور وبهجه، عايش عيشه احنا مش عايشينها، لان الدنيا احنا عارفين انها شقاء. معانا اتصال، محمود معانا؟ ايوه يا فندم. ايوه اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت حضرتك أنا عندي حلم بعد إذن حضرتك أقوله، بس أنا حلمت الحلم دوت بقاله فترة يعني ممكن يكون سنة، ولكن في بالي على طول. تمام. حلمت إن أنا يعني نازل مقبرة. كويس. المقبرة ديت على شكلها على حرف يو. فنزلت ويا دوبك كده مشيت في قلبيها، فعندي ربعها كده بدأت الدنيا تنور كأني ماشي في شارع بالظبط، كأني ماشي الظهر. تمام. واخد بال حضرتك؟ تمام. فعلى ما وصلت للنص بالظبط لقيت في طفل نايم، فأنا نزلت عليه كده متبيسم من أورته، وقمت تاني وقفت، فلقيت واحد صاحبي أنا أعرفه يعني، واحد يعني متدين كده كويس، لقيته واقف جنبي وبيبص لي كده ومبتسم. بعد كده مشيت لآخر المقبرة وقمت طالع من الناحية التانية. صحيت من النوم لقيت نفسي يعني أنا كده مبسوط يعني حاجة زي كده. انت صاحي من النوم حاسس ببهجة؟ اه. على اساس الطفل ده ما اعرفش هو مين. اه بص، انت ماشي في موضوع حاجة كده حفريات وكلام من ده، والله اعلم يعني. بص عشان انا ايه، هو انت حاجة هتظهر لك مستخبية، مش شرط بقى اللي انا بقول عليه ده، يعني اي حاجة كانت مستخبية هتظهر لك انت ما كنتش متوقعها. تمام. اه فانت هتظهر لك حاجه من الحاجات اللي هي الخفيه اللي بيقولوا عليها ايه، هتدخل على قلبك السعاده والسرور. حاجه بقى، فلوس، عمله، تمثال كده، الله اعلم يعني، فالعلم عند ربنا. الله يبارك فيك. تحت امرك تحت امرك. فهي يا جماعه الرؤيه مفسره نفسها، هي مش مقبره بمعنى مقبره او مش بمعنى التراب العاديه بتاعتنا اللي احنا ممكن ندفن فيها، هو هنا في المنام جايله على هيئه اخرى اللي هي الحاجات الفرعوني، والله اعلم ممكن حاجه تانية خفيه خالص ما حدش يعرف، بس هي حاجه فيها سرور وفيها فرحه، وهي كانت حاجه مستخبيه وخفيه عنه وهتبدا توضح له وتظهر له، وان شاء الله بصيرته يعني هتوصل للحاجه دي وهتوصل لها وهتعرفها وهيكتشفها، وده هيدخل على قلبه السرور والسعاده ان شاء الله، والله اعلم. زي ما قلنا برضو من علامات السعاده والسرور ان البني ادم مثلا يبقى قاعد كده وفجاه يجي له رزق، فجاه يجي له طبق فاكهه حلو جميل، يجي له مثلا المثلجات من ضمن الحاجات بقى، وبالذات لو شفتها كمان في فصل الصيف اكتر من فصل الشتاء. جالك بقى ايس كريم على مش عارف ايه كده ساقع وجميل، وانت بتاكل كده الله ده رزق حلو داخل عليك، عمل هتعمله بس في نوع من انواع انت ايه وانت بتشتغله هتحس بلذة، هتحس بطيب العمل ده. فالمثلجات لما تجيلنا كده زي فصل الصيف كده، الجو ساقع الجو حر واحنا عايزين حاجه ساقعه، عايزين ناكل حاجه حلوه، عايزين مش عارف ايه، وانت كده نايم كده في المنام فجاه كده جالك كاسه ايس كريم او طبق مليان مثلا حاجات كده فيها مكعبات مش عارف فاكهه متلجه، اعرف ان ده رزق جميل جايلك، حاجه هتدخل على قلبك السعاده او عمل انت هتسعد بيه وهتحس بسرور، وهتحس انك انت انجزت، هتحس انك انت شخص متميز، شخص سعيد في العمل اللي انت عملته ده. تمام؟ من ضمن الحاجات كمان اللي نقدر نقول عليها معنى السعاده في المنام، ان الست تشوف نفسها مثلا لابسه فستان مش ابيض، الفستان الاحمر. الفستان الاحمر في الرؤيه جميل جدا للست، الاحمر بدرجاته، الاحمر والاورنج والحاجات اللي هي ايه المبهجه، الحاجات اللي هي بتديك طاقة، لأن اللون الأحمر يا جماعة من الألوان اللي هي بالذات للمرأة أكتر من الراجل بكتير، طبعا عند الراجل العكس تماما عشان نبقى واضحين، وخاصة للمرأة المسلمة. الرجل المسلم اتحرم عليه الأحمر أو مش اتحرم ما يستحبش، عشان نقدر أنا ما بخشش في حتة الدين لأني أنا دي مش دراستي خالص، بس أنا اللي أعرفه إن اللون الأحمر للمرأة في المنام بهجة، بهجة وسرور، وممكن يكون كمان عمل كويس هيخليها تتشهر، يعني عمل فيه شهرة زي مجال الإعلام زي مجال الفن، فاللون الأحمر للمرأة شهرة. لو جه مع اللون الأحمر استرسات كده حاجات بتلمع وبتبرق، دي شهرة سريعة وفيها سعادة طبعا، وفيها إن هي كده اتشهرت واتعرفت وفيها إدخال سرور على قلبها. من ضمن الحاجات كمان يا جماعة اللي هي بتديك بهجة وسرور، أي حاجة تقوم منها كده حاسس إنك أنت بتتمتع، الله أنا إيه اللي أنا كنت فيه ده، ده حلم ولا علم، دي حقيقة ولا خيال. من ضمن الحاجات دي إنك أنت تحس إنك أنت مثلا إيه بتغتسل بماء وصابون كبني آدم، الاغتسال بالماء والصابون في المنام عبارة عن سعادة. ليه بقى؟ لأن تفسيره في الرؤية هو نوع من أنواع التسلية والترفيه عن النفس، يعني أنت بتبقى عندك كبت والحاجة دي بتظهر على إن هي خروج للكبت ده. أيوة معانا اتصال تاني، مين معانا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا حضرتك حلمت حلم وعايزة أحكيهولك. اتفضلي مع حضرتك. أنا دايما بحلم إن أنا بسلم صليبي في التلفون. تمام. وبحلم إن أنا قاعدة في بيتهم وباكل مع إخواتي وكريمة إخواتي. تمام. طب على طول حضرتك بفهم الحلم ده بيتكرر معاه. ماشي، أنا هقولك على تفسيره، هو ده مش حلم ومش رؤية، لا يعتبر حلم ولا يعتبر رؤية، دي اسمها تحدث النفس للنفس. شكرا، هكمل لك. حاضر. هو انت شيء طبيعي لما الست بتبقى عندها حياتها الخاصة وعندها زوج وأولاد أو ما فيش أولاد أو في حسب لما بيقدر ربنا سبحانه وتعالى، والحياة دي بتنتهي، فشيء طبيعي هي ما شافتش حياة تانية غير الحياة دي، فبالتالي كل تفكيرها وكل ذهنها وعقلها الباطن بيبقى رايح للحياة اللي كانت عايشاها مع أبو ولادها أو طليقها أو الناس اللي كانت عايشة معاها. يا حبيبتي ده شيء طبيعي اللي انت بتفكري فيه ده، ملهوش دعوة بالرؤى ولا بالأحلام، هي نقدر نقول عليها أضغاث أحلام، نقدر نقول عليها عقلك الباطن، ودي مش حاجة وحشة على فكرة، هي ظاهرة صحية يا جماعة، يعني اللي هي بتشوفه ده مش حاجة وحشة، هي ظاهرة صحية لأي بني آدم طبيعي، من حقه ينام ويحلم ويفكر ويتعايش مع حياته اليومية ومع مشاكله ومع المواقف الدنيوية. ده طبيعي جدا وما فيهوش اي قلق وما فيهوش اي مشكله، ولعله خير، ربنا يكتب لك الخير ان شاء الله ويقدر لك كل خير انت واللي زيك يا رب. بس فهي يا جماعه برضو من ضمن الحاجات احنا قلنا ان مش كل اللي بنشوفه بتبقى رؤيه، ولا كل اللي بنشوفه بيبقى حلم. احيانا كتير بتبقى هي عباره عن اضغاث احلام، اضغاث احلام دي احنا بنحدث نفسنا، بنفكر في موضوع كتير، يعني في حاجه شاغله بالنا، ننام نبدا يبدا عقلنا الباطن يترجم كل الاحداث وكل الافكار وكل الهواجس وكل ما يخص المواضيع اللي احنا بنركز عليها تترجم في المنام، سواء بقى انا دماغي يعني شغاله نفسي ان الحاجه دي تبقى كويسه وحلوه. في ناس بتسرح بخيالها وربنا برضو بيديها، لان بيقولك تفاءلوا بالخير تجدوه. وفي ناس تانية والعياذ بالله عندها شيء من التشاؤم، تبدا برضو دماغها تروح للهواجس والتخيلات والخزعبلات، وبالتالي هي بتلاقي برضو اللي بتفكر فيه، لان احنا معروف قالك تفاءلوا بالخير تجدوه. كل ما هتتفائل بحاجه هتلاقيها، هتتفائل بالخير هتلاقيه، والعياذ بالله بالشر ربنا يجرنا واياكم. فكل اللي اقدر اقوله لكم التفاؤل يا جماعه حلو قوي قوي قوي، حتى لو عندنا مشاكل الدنيا كلها. احنا النهارده الحلقه بتاعتنا عايزين ندخل البهجه والسرور والسعاده على قلوبنا وقلوب المشاهدين، مش عايزين حد يفكر بصوره سلبيه، عايزين ننشر الايجابيه، السعاده والبهجه والسرور. حتى لو انت حزين، حتى لو عندك امراض الدنيا، حتى لو عندك ايه، ابعد عن كل ده، حاول تدخل نفسك في نطاق تاني خالص، خرج نفسك من الكبت والاكتئاب وترجم كل اللي عندك بصوره ايجابيه. نكمل السعاده والسرور، ربنا يجعل ايامكم كلها سعاده وسرور يا رب، وان شاء الله يكتب لنا جميعا كل خير من عنده. من كمان من علامات السعاده والسرور في المنام انك انت تشوف نفسك بتاكل حاجات حلوه، وانت بتاكل كده الله فيها سكر، فيها حاجه جميله، في طعم كده انا حسيت انه زي الشوكولاته كده، وزي الايس كريم قلنا من شويه، وزي اي حاجه فيها سكر كده جميله، وبتاكلها وبتدوب في بقك بسهوله ومش عامله لك اي مشاكل. دي معناها سعاده وسرور وفرح وكلام طيب داخل، لان الاكل في المنام ان انت بتتكلم كلام، بس كلام كله ايه، طالما حلو كده وجميل اكل كلام طيب، يبقى الكلام الطيب برضو بيدخل السعاده والسرور على قلوبنا، ودي حاجه جميله وايجابيه. من ضمن برضو علامات السعاده في الاحلام يا جماعه، او في الحلم، انك الواحد يبقى قايم من النوم نقدر نقول ايه، نشيط، متفائل، بيتحرك، وممكن في الحقيقه يكون هو تعبان، عنده مرض، او عنده خمول، او عنده ضعف عام، لكن يشوف نفسه عكس كده تماما، عنده طاقه وعنده حركه وبيجري كده وبيروح كده. دي معناها ان شاء الله ان تسهيل في امره ويسر وخير ورزق داخل له، وان ان شاء الله صحته هتتحسن، وانه ان شاء الله في المستقبل هيبقى احسن من اللي هو فيه، فلازم نتفائل. كل ده من ضمن علامات السعاده والسرور. من ضمن علامات السعاده والسرور كمان حاجه بتحصل في المنام، ان المراه تبقى شايفه نفسها نقدر نقول بترقص، بس على شرط الرقص يبقى في بيتها، في نطاق اسرتها هي فقط، لكن لو في وسط ناس اغراب ده مش حاجه حلوه. فاحنا مش بنحكي النهارده في السلبيات، احنا بنقول سعاده وسرور وبهجه. رقص المراه في بيتها مع اولادها او مع زوجها او مع اسرتها عموما حاجه جميله جدا، حاجه بتوحي ان جاي لها فرحه. الفرحه دي سواء بقى ايه، زواج في نطاق الاسره، عمل، نقدر نقول مثلا نجاح ابنائها، نقدر نقول حاجه هي كانت مستنياها مثلا بقالها فتره، بقالها سنين، وربنا هينولها لها، مولود جديد، حاجه تكون هي مستنياها بفارغ الصبر وربنا هيحققها لها. فدي من ضمن علامات السعاده. وعلامات السعاده كمان، او معنى السعاده في المنام، ان الانسان يشوف نفسه في مكان هادي، مكان كله مثلا مناظر خلابه، مناظر طبيعيه، مناظر جميله، شجر وخضرة وزهور. الزهور برضو من ضمن الحاجات يا جماعة اللي بتجلب السعادة للروح، ده في الحقيقة كمان في المنام، بس نقدر نقول ان الزهور الفريش اللي هي الطبيعية اللي احنا اللي ليها ريحة الحلوة دي بترمز للسعادة، بس سعادة نقدر نقول عليها ليها وقت، لأن الورد معروف إن هو بيجف بسرعة أو عمره مش طويل، فبالتالي المرأة لو شافت في إيديها زهور ده معناها فرحة مؤقتة. ألو، معنا اتصال، سارة اتفضلي يا سارة. بعد إذن حضرتك أنا حلمت إن أنا والدي توفى. تمام. وقعدت أعيط كتير وأنادي على والدتي. عيطتي بصوت يا ساره ولا من غير صوت؟ لا بصوت. صوت ايه بقى؟ بتصرخي بتهللي ولا؟ بصرخ. هو والدك والدك عايش؟ مش احنا قلنا يا ساره لما نشوف حاجه مش حلوه او قايمين حاسين فيها باكتئاب او مش مبسوطين، يعني هو طبعا الاعمار بيد الله، محدش ليه في نفسه حاجه، انا نفسي ما اضمنش نفسي، بس قلنا لما نشوف حاجة ما نعرفش معناها ايه، مش معناها بقى شايفين فيها حاجة حزينة او حاجة فيها صراخ او سويت او الكلام ده كله، المفروض احنا ما نحكيش الرؤى دي، بس هو طبعا المقدر مكتوب مكتوب، ربنا يا رب يخليهولك ويديله طولة العمر، واذا كان مريض ربنا يشفيه، ان كان مريض ربنا يشفيهولك، ده اللي انا اقدر اقوله لك، انا بدعي له من قلبي ان شاء الله، دعاء خالص لوجه الله. يا جماعه لما حد يشوف حاجه، قلنا من ضمن التفسيرات اللي احنا كنا بنتكلم فيها قبل كده، لما حد يشوف حاجه فيها صراخ او ضحك عالي، حتى الضحك نفسه كمان يا جماعه مش الصراخ بس، الضحك العالي والصراخ والسويت والطبل والزمر، الحاجات دي في المنام غير مستحبه، فيا ريت اللي يشوف حاجه زي كده يعني يدفل على يساره 3 تفلات، زي ما قالوا في السنه، ان احنا بنستعيذ بالله ونقول يا رب ان كانت خير حققها لنا، وان كانت شر ابعدها عنا، ده اللي انا اقدر انصحكم بيه. ونقوم من النوم لو لسه بعد ما نعمل كده قلوبنا يعني نقدر نقول ان هي لسه فيها شيء من الغض او الحزن او الاكتئاب، نتوضى ونصلي، نتوضى ونصلي 2 ركعات. معانا اتصال تاني؟ شيماء. الو. ايوه يا شيماء معاكي. السلام عليكم. وعليكم السلام. معلش انا عندي حلمين صغيرين. لا اتفضلي مع حضرتك. تمام. اول حلم انا حلمت امبارح انه في واحد يعني كان طالب حق مساعده مني. تمام. هو شاب يعني، وحاطط شنطه في دراعه وانا كانش معايا غير جنيه. ما كانش معاك؟ قلت له جنيه واحد. جنيه. قلت له والله ما عندي غيره. تمام. بس كده؟ هو ده حلمك يا شيماء؟ ماشي يا شيماء، حاضر هفسرهولك. هي شيماء كده انت، هو الحلم يعني ما فيهوش حاجه ولا تخوف ولا حاجه، عادي، هو رؤيه عاديه، ان انت من الواضح بتحبي تساعدي الاخرين او عندك استعداد لده، فحد بيطلب مساعدتك، لكن انت امكانياتك ضعيفه، انت امكانياتك ضعيفه، فعلى قدر المستطاع انت بتعملي، وان شاء الله ربنا يتقبل منك، لان انت نيتك من جوه ان انت لو معاكي اكتر هتعطي، فانت ان شاء الله بني ادمه، انا حسابك على خير، ان انت نفسك تساعدي، بس ما باليد حيله، او زي ما بيقولوا ايه، العين بصيره والايد قصيره، لكن ان شاء الله انت ربنا يديكي ويوسع عليكي وتقدري ان شاء الله، مش بالفلوس بس، المساعده يا جماعه بتبقى بالاعمال الصالحه، بالتبسم، التبسم في وجه اخيك صدقه، يعني لما يبقى حد كده قاعد جنبك وتبتسم وتسلم عليه كده وتبقى قاعد كده بشوش الوجه، دي صدقه، فالمساعده مش كلها فلوس، وربنا يديكي الخير ان شاء الله وتقدري تساعدي اللي حواليكي وبقدر المستطاع. بس فهي الرؤيه اللي شافتها دي بتوحي ان هي نفسها تساعد او نفسها تعمل اعمال خير، او هي من جوه عايزه تعمل اعمال صالحه، بس امكانياتها وطاقتها على قدها، ده بيفسر الحالة النفسية اللي جواها. ده ليه معنى نفسي أكتر من معنى الرؤية نفسها. تمام كده؟ بس ومن ضمن حاجات برضو زي ما قلنا إدخال السعادة أو معنى السعادة، وانت قايم من النوم لو شفت حاجة مثلا إنك بتساعد حد زي ما هي عايزة تعمل كده في المنام، برضو مساعدة الآخرين دي حاجة جميلة بتدخل السعادة والسرور واليسر، يعني إن حياتك بتبقى إن شاء الله كده فيها إيه شيء من اليسر عليك وبتحاول تيسر لغيرك، دي سعادة. السعادة يا جماعة إنك أنت تساعد نفسك وتساعد اللي حواليك، نوع من أنواع السعادة. السعادة يا جماعة ليها كذا معنى، معنى مادي ومعنى معنوي. المعنى المعنوي لو أنا ما أقدرش ماديا أساعد غيري وأدخل على قلبه السعادة والسرور، أعمل إيه؟ أساعده، أقول له كلمة طيبة، أتبسم في وجهه، أسلم عليه وأنا رايح وأنا جاي، أحسسه إن هو بني آدم خفيف مش تقيل، ما حاولش أبقى عابسة الوجه كده في وشه وعامله معاملة خشنة. فدي يعني إنك تساعد غيرك بأي أسلوب وبأي طريقة، ده نوع من أنواع السعادة حتى لو في المنام. معنا زينب. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا حلمت يا فندم إن أنا قاعدة مع صاحبتين، فشافت في إيدي لبان، فزعلت إن معايا اللبان، فراحت لهم راحت هي اشترت لبان وقعدت توزع اللبان اللي حواليها، فأنا قلت أنا كده كده مش هاخد منها، أنا كان معايا. المهم قعدت إن أنا أوضب لها الشقة وهي مخطوبة، قلت عشان لما يجي خطيبها. طب استني يا زينب، أنت قلتي بتشتري إيه معلش؟ لبان. لبان. لبان بيتندغ، تمام كده؟ أيوه اللبان حلو. طيب ماشي، أنت اشتريتي لبان. لا هي أنا كان معايا لبان، هي زعلت إن أنا ما اديتهاش. دي مين بنتك؟ لا صاحبتي. صاحبتك، تمام. فبعد كده راحت هي زعلت وراحت اشترت هي لبان. حلو. فوزعت للي قاعدين كلهم، فانا قلت انا مش عايزه منها. وانا ما لقيتش معايا اللبان بتاع انا اللي كان معايا، فالمهم رحت انا قمت وضبت لها الشقه، قلت علشان لما يجي خطيبها الاقي الشقه نظيفه. خطيبك انت؟ هي خطيبها هي. قلت اوضب لها الشقه عشان لما يجي خطيبها، يعني الشقه بتاعتهم مكركه ووضبتها لهم كلها. انت متجوزه ولا مخطوبه؟ انا متجوزه. انت متجوزه، تمام. طيب انت كان في كلام على عريس، وانت اللي تقريبا كان عن طريقك كان في عريس وانت ما جبتهولهاش، صح كده؟ لا هي مخطوبه بس بعيد عني يعني، بس انا يعني شكرت لها فيه. اصل اللبان في الرؤيه معناها الكلام، عارفه انت ايه المضغ واللت والعجن اللي بيقولوا عليه. انتوا حصل كلام في نطاق ايه، ان انتوا كاصدقاء على حاجة مثلا من ناحية خطيبها من ناحية جوازها الله أعلم، بس اللبان الحلو ده معناه إن أنت بتتكلمي كلام كتير حلو في حقها، بس هي طبعا إيه هي كانت مستنية منك أكتر، عايزة منك إنك أنت تتكلمي كلام كتير حلو، فده ما حصلش. أنت قلتي كلام في حق ناس تانية أو اللي هو اللبان اللي أنت فرقتيه، وهي حصل بينك وبينها خصومه بسبب انك انت ما نفذتلهاش رغباتها، والله اعلم. لان زي ما بقول لك كده اللي بان في الكلام ده ندغ، ده بيعيد ويزيد بيعيد ويزيد في الكلام، كلام كتير وكلام ما بيخلصش، لان اللي بان انت شفتي على قد ما بتندغي فيها بتخلص، ما بتخلصش. لا ما بتخلص، فبتاخديها في الاخر لما بتزهقي منها ترميها. هو بالظبط الكلام اللي حصل فيه كلام كتير رغي كتير قوي قوي قوي، بيتعاد ويتزاد، وهي حصل بينك وبينها مشكله بسبب كده، الله اعلم. فانت خلي بالك من ال وبناء عليها هي بدات تعيد وتزيد في نفس الموضوع. ايه هو الموضوع؟ طبعا انا ما اقدرش، انا مش بنجم او مش بقول حاجه في علم الغيب، بس انتي خلي علاقتك بيها كويسه، وحاولي ما تكتروش في الكلام على بعض، لان ده مش حاجه حلوه، بس والله اعلم. بس فده اللي انا اقدر اقوله يا جماعه، ان احيانا في المنام هي شافت حاجه زي اللبان، اللبان المسكر، الحاجه المسكره احنا قلنا هي كلام حلو بيدخل السعاده، لكن ان الكلام الحلو كتر المط واللدغ ويعني والندغ ده بيجي مع الوقت الحلاوه دي بتروح. ايه اللي بيفضل؟ اللبانه، يفضل الكلام وممكن يتحور وممكن يتطور وممكن يعمل اذى لصاحبه. فبالتالي دي بتبقى ايه؟ يعني حاجه من عند رب العالمين، فما فيش داعي ان احنا نتكلم مع بعض كتير او نحاول نحول حياتنا لحوارات، بس والله اعلم. من ضمن يا جماعه كمان مداخل السعاده والسرور او معنى السعاده في المنام، انك انت تبقى شايف نفسك بكل المعاني قايم، حاسس كده انك انت منشكح، حاسس براحه نفسيه، حاسس ان صدرك كده فيه انشراح من كلمه حلوه، من حد مثلا ينده عليك مثلا باسم حتى لو مش اسمك، ممكن ينده مثلا على واحد يقول له يا محمود. محمود دي ليها رمز او ليها معنى ان الحاجه ان هو حياته تتحول للحاجه الحلوه، يقول له مثلا يا سعيد او ينده يقول يا سعيد، كلمه سعيد دي ان هو هيسعد. يقول له مثلا يا مسرور، جايه من السرور. فبرضو الاسماء في الرؤى من ضمن الحاجات اللي ممكن لو سمعتها بمعنى معين تكون مدخل للسرور، ممكن تكون مدخل للسعاده وانت مش واخد بالك. واحد مثلا ينده على واحد يقول له يا عبد الله. عبد الله يعني انت بني ادم قريب من رب العالمين وعندك شيء من الورع والتقوى، وده برضو نوع من انواع السعاده. مثلا نقدر نقول ان الرجل لما يجي في الرؤيه لابس لبس مثلا نقدر نقول ايه، كاب لونه احمر، كاب زي كاسكته كده على راسه، او لابس طقم جديد، بدله جديده، ممكن تكون دي زوجه طبعا. وكل اللي كل اللي مش كل المتزوجين اكيد يعني سعداء، بس في الاول بيبقى الموضوع ليه بهجه وبيدخل على قلب الرجل السعاده والسرور ده في الاول يعني بس. فبالتالي نوع من انواع السعاده انك انت تاكل فاكهه في المنام، تبقى وانت بتاكلها كده طعمها حلو، ممكن تكون زوجه تدخل لقلبك برضو السعاده والسرور. وكل فاكهه ليها طعم، يعني كل زوجه ليها طبع، هي معناها كده. وكل لما استحبيت واستطعمت طعم الحاجه اللي انت بتاكلها دي، كل لما كانت الصفات دي موجوده في زوجتك اللي هي هتفرح قلبك وتدخل عليك السعاده. ده لان في ناس كتير لما بتحلم بفاكهه، زي بعض الاصدقاء اتصلوا بيا وقالوا لي احنا شفنا مثلا ان احنا اشترينا نوع من انواع الفاكهه، والفاكهه دي كان شكلها مثلا حمراء مثلا في اللون، ومن جوه مثلا واخده شويه نقدر نقول ايه طراوه كده وجميله، وبره القشره مثلا فيها زي فرو كده خفيف. قلت لهم دي زوجه ان شاء الله هتكون في المستقبل، هي زوجه بتكون من جوه صفاتها حلوه ولينه، لكن من بره بتبقى واخده الشكل القاسي شويه، لكنها مستعففه او مستغنيه، يعني عندها شيء من المال بس مش كتير. فدي حاجات من الحاجات اللي لو حد شافها برضو في المنام بتدخل على قلبه السعاده والسرور. كمان ممكن نتكلم ونشوف معنى السعاده في المنام، ان بني ادم مثلا يجي يلاقي نفسه واقف بيصطاد او جاله سمك كتير من عند ربنا، السمك ده فلوس كتير جاياله، رزق، وطبع ورزق ده سعاده. معانا ناديه. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. ايه حضرتك يا فندم؟ اهلا وسهلا، ربنا يكرمك، ده نورك. الله يخليكي. اتفضلي. الله يخليكي. بصي اختي دلوقتي في حمل لاختي لو سمحتي. طيب اوكي، بس هي حضرتك هو المفروض لا. اختك اللي تقوله. لا هي قاعده والله ادت التليفون لا عشان بصي يا ناديه، هي لما لا ما انا كاتباهولي، هي كاتباهولي حضرتك، لما هي بتوصفه باحساسها بتفرق كتير قوي في تفسير المعنى. لا بصي حضرتك، اصل هي من النوع اللي بتنسى، فاول ما حلمته كتبته وادتهم للورقتين اهو. ماشي مفيش مشكله معاكي، كملي قولي. طب بس حضرتك هي اول حلم حلمت ان هي بتغسل للحيطه والميه خرجت من باب الشقه. بتعمل ايه؟ ونزلت على بتغسل الحيطه. تمام. والميه خرجت من باب الشقه. ونزلت على تحت. ودخلت شقه ست، الست دي في الحقيقه هي ظلمانه انا واخواتي يعني. ظلماكم. وبعدين ظلمانه ظلم فظيع يعني، وشهود ديول وحاجات كتيره قوي. وبعدين في واحده طلعت من تحت من عند الست دي قالت لاختي انتوا دلقتوا ميه؟ قالت لها انا ما دلقتش، انا كنت بغسل الحيطه. فاختي نزلت بصت على الشقه لقيتها مكركبه ومش حلوه. ده الحلم الاولاني حضرتك. طب انت واختك متجوزين ولا لسه يا ناديه؟ لسه. نعم. انت واختك احنا متجوزين حضرتك. والحمد لله في استقرار في الحياه الزوجيه عندكم عادي؟ الحمد لله، بس هو اليوم ده اللي وقع علينا. في مشاكل. عندكم قلق صح كده؟ ايوه. تمام. أيوة. تمام كملي. وبعدين الحلم الثاني حلمت ان واحده اسمها انتصار احنا نعرفها جابت لنا تورتايه. تمام. جابت لنا تورتايه بالشوكولاته. حلو. ووالدتي الله يرحمها كانت واقفه وقالت ايه دي؟ قالت لها دي كيكه بالشوكولاته. لا بصي حضرتك احنا مش متجوزين حضرتك، انا غلطت معلش، الورقه قدامي ومش متجوزين. احنا مش متجوزين حضرتك. سامعاني؟ طب ما هو ده اللي انا قلت لك في الاول يا حبيبتي، بس انت قلتي لي احنا متجوزين. ايوه معلش متلخبطه، الورقه في ايدي ومتلخبطه. طب اقول لحضرتك الحلم الثاني وبعدين تفسري لي معاكي. معاكي كملي كملي كملي. لا بس هي الرؤيه مفسره ان انتوا مش مفيش جواز. تمام. معلش انا بس متلخبطه. لا ولا يهمك، دي بشره خير، بشره خير يا ناديه ان شاء الله. والله بشره خير ما تقلقيش، قولي يا رب يا رب ان شاء الله. حضرتك حلمت ان واحده اسمها انتصار جابت لها تورتايه. تمام. والدتي كانت واقفه الله يرحمها قالت لها ايه ده؟ قالت لها دي كيكه بالشوكولاته. حلو. وبعدين عينيها غفلت وفتحت تاني، عينيها فتحت وغفلت لقيت والدتي برضه جايبه لها شويه تورتايه بالشوكولاته وقطعت وادتني وادت اخواتي كل واحد يعني هي قطعتها وبتفرق عليها. بس كده شكرا. ايوه. طيب ماشي يا ناديه، حاضر من عينيا، حاضر افسرهولك. بصي يا ناديه، انت زي ما قلت لك انت في الاول ما يعني لسه ربنا ما كتبلكوش الرزق ان شاء الله بالزوج الصالح. هو بس شويه عكوسات وشويه حد باصص لكم، حد الله اعلم. انا مش بحب ادخل في الدايره دي كتير لان بيقول لك ايه، تفاءلوا بالخير تجدوه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. وياما ناس عملت حاجات كتير واتقلبت عليها، وياما هنقول ناس حسدت ناس كتير، والحسد بياكل قلب صاحبه مش بياكل حد حاجه تانيه. وإذا كان إحنا ربنا بيصيبنا بشيء من هذا البلاء فده نقدر نقول امتحان من رب العالمين، واللي بيرضى بقضاء ربنا سبحانه وتعالى ويمشي على نهجه ويمشي على زي ما قال، يبقى إن شاء الله ربنا هينجيه وهيطلع من الأزمة دي على خير. هو من الواضح إن أنت وأختك يعني واقعين تحت ضغط ما، الضغط ده بقى إيه؟ نقدر نقول نفسي، نقدر نقول مادي، نقدر نقول حد عامل حاجة، نقدر نقول حد باصص لكم، العلم عند الله. فانتوا بتحاولوا محاولات ان انتوا تخرجوا من الدايره دي. المحاولات دي بقى عن طريق فك، عن طريق قرايه قران، عن طريق العلم عند ربنا سبحانه وتعالى. بس البشاره جات لك في الرؤيه اللي بعدها ان في نصره جايه لك انت واختك او انت واخواتك، وان شاء الله ان شاء الله يعني جاي لكم عطايا من عند رب العالمين وجاي لكم نصره، بس محتاج منك شويه وقت وشوية صبر وشوية انك انت يعني تقربي لله عز وجل. وزي ما بقول وزي ما هقول وهفضل اقول لغاية اخر لحظة، الصدقات. انت عايزة ربنا يكرمك وعايزة ربنا يصرف عنك السوء او الضر او الاذى اللي انت واقعة فيه، طلعي صدقة. والصدقة مش بكترها، احنا قلنا الصدقة ممكن تكون مساعدة حد، ممكن بجنيه، ممكن 5 جنيه، كل واحد على قد مقدرته. ممكن تقومي تساعدي واحد مريض، ممكن تروحي لواحدة ست مسنة في بيتها ما بتقدرش تقوم من مكانها، تعملي لها أي حاجة بصحتك وعافيتك، دي نوع من أنواع الصدقة يا جماعة. فاللي يقدر على حاجة وتقول يا رب بنية كذا، وانتي واختك، وان شاء الله ان شاء الله قريب ربنا هيفك كربكم وهيبقى في نصرة زي ما انتصار كده جات لكم في المنام ان شاء الله، وربنا يجعله خير يا رب. بس فهي برضو من ضمن علامات السعادة يا جماعة ان البني آدم لما يبقى عنده أذى وهو حاسس بيه في حياته العادية مش في المنام، وبس بيجي بالليل يترجم كل ده، وربنا يروح باعت له حاجه كده في النص تفرحه. الله، حاجه جميله والله انك تبقى مثلا نايم على حزن وعلى اسى وعلى ظلم، يبقى فعلا في ناس ظلماك، يعني اصل الدنيا دي ما اتخلقتش جنه، سبحان الله. وفجاه كده ربنا يروح مصحي لك كده جواك حاجه كده، امل ونصره وبهجه وسرور، يعني فما فيش اجمل من كده والله. يعني هو ده الجمال بذاته، وهي دي فعلا معنى السعاده. معنى السعاده معنى كبير قوي يا جماعه، عشان كده انا النهارده اخترت موضوع الحلقه، لانه معنى حلو جدا وبيدخل على قلبك السرور والراحه والبعد عن نقول الكآبه والحزن والاسى. ربنا يجيرنا واياكم من كل شر يا رب. فطبعا كمان من ضمن علامات السعاده انك انت تصحى من المنام على قراءه القران. الله، ما اجملها. معانا منى من القاهره. ايوه يا منى. ايوه، ازيك، عامله ايه؟ تمام يا دكتور. بصي يا دكتور، كان عندي 3 احلام كنت عايزه اقولهم لحضرتك. تمام، قول يا منى. بصي، اول حلم حلمت ان انا لابسه ليموني، طيير ليموني، تمام، وماشيه بيه في الشارع، وعايزه الكل يشوفني وشكلي حلو وعايزه الكل يشوفني. تمام. تاني حلم، سامعيني يا دكتور؟ ما سامعاكي وكملي، هفسر لك في الاخر. ماشي. التاني حلم حلمت ان انا وفي حد معايا في الحلم، انا متجوزه. حلمتي ايه؟ انا بحلم كتير الحلم دوت، ان انا في حد معايا في الحلم. تمام، شخص يعني. فهمتي كلامي قصدي؟ بس والتالت حلم انا مش فاكراه قوي، يعني جيت احكي لحضرتك مش فاكراه، هم دول بس اللي انا فاكراهم. طيب اوكي، انا هفسر لك الحلم يا منى الاثنين، وانت لما تفتكري الحلم الثالث ممكن ترجعي لنا في اي وقت، انا تحت امرك. ماشي يا منى، انت كده شكلك يعني داخله على ارتباط، انت يعني في ارتباط ان شاء الله قريب ليكي. ارتباط في ايه بقى؟ يعني ممكن يكون ارتباط عاطفي، خطوبه، جواز، ممكن لو انت متجوزه يبقى شغل، بس هو من الواضح كده هو ارتباط يعني بشخص عنده شيء من نقدر نقول ايه، التقوى، لأن اللون الليموني يعني هو لون أخضر داخل فيه نسبة إصرار بسيط، فهو شخص عنده شيء من الصلاح، بس هو شخص نقدر نقول هو الناس يعني هو ملفت للنظر، هو شخص كده يعني إيه. اللون الليموني عموما لون مبهج، لون فيه طاقة وفيه لفت نظر، فهو من الواضح إن هو وسيم، الله أعلم، بس هو يعني نقدر نقول ايه، صحته ضعيفه سنه، يعني مش رجل ذو بنيان قوي، مش واو يعني، تمام. لكن هو شخص ملفت للنظر، ومن الواضح ان انت فرحانه بيه، وان شاء الله هيبقى في ارتباط قريب، لان الرؤيتين بيكملوا بعض، تمام. وان شاء الله ان شاء الله انت هتنولي ده، وهتبقي ماشيه يعني عايزه الناس كلها تعرف ان انت اتخطبتي للشخص ده او ارتبطتي بيه، او الحاجه دي بقت بتاعتك ليكي انت، فجايلك ان شاء الله فرحه قريب بامر الله. ربنا يكتب لنا ويكتب لك الخير، ويكتب ايه لكل البنات يا رب، وكل الشابات وكل الشباب يا رب، عشان الشباب ما يزعلوش، ربنا يكتب لهم، لان لو دول بقوا سعداء التانيين برضو اكيد هيبقوا سعداء، فربنا يسعد الجميع يا رب. بس فطبعا برضو من ضمن الحاجات المبهجه قلنا الالوان، فاللون هنا عندها داخل عنصر ادخال السعاده على قلبها، فطبعا هي برضو المراه لو شافت في المنام ان هي ترتدي اي لبس نقدر نقول جميل ملفت للنظر، وهي واقفه بتتباهى بيه وفرحانه بلبسها للشيء ده، وعماله بتعدل في نفسها كده، وواقفه عماله تبص على منظرها، هو زوج. اللباس المرأة سواء خمار أو فستان أو أي لبس، لأن طبعا هو اختلفت الأقاويل، من زمان كان بيطلقوا على الفستان لباس، أي حاجة تتلبس أو تستر جسم الإنسان يطلق عليها لباس. لكن هنا إحنا بنقدر نتكلم بالبلدي أكتر أو بالعامية عشان نقدر نوصل المعلومة لكل الناس، إن هو اللبس عموما سواء بقى فستان، جيبة وبلوزة، نقدر نقول إيه، عباية، خمار، كل ده ممكن يكون زوج. والزوج كل زوج هنا يعني لو انت واقفه كده فرحانه واللون مبهج اعرفي انه زوج هيسعدك ان شاء الله. فدي من ضمن برضو اللي هي شافته، برضو ده من ضمن علامات البهجه والسرور، انها قايمه من النوم فرحانه مبسوطه باللبس اللي هي لبسته وعايزه الناس كلها تشوفه، سواء بقى قلنا زوج او حاجه حلوه داخله عليها. فدي حاجة مش ما يستهانش بيها، يعني حاجة نقوم نتوضى ونصلي ونحمد ربنا، حاجة جميلة يعني. فمن ضمن علامات كمان السعادة في المنام إن المرأة تشوف مثلا اللي هي شعرها بيبقى عادي في الطبيعي، تقدر تشوف بقى شعرها طويل وناعم. في ستات بيقوموا من النوم كده، أنا شفت شعري ما شاء الله ما شاء الله أطول من العادي، يعني مثلا جاب لي رجليها تحت. أنا شفت شعري مثلا، هو شعرها يبقى عادي مجعد بس تقول لك أنا شفت شعري ناعم قوي. واحدة تانية تقول لك أنا شفت شعري متضفر وجدايل ولونه أسود أسود جميل. طبعا اللون الأسود معناها زوج نقدر نقول عليه زوج مخلص، لون الشعر الأسود. ودي طب مدخل من مداخل السعادة للست، إنها تشوف كده لزوجها او نقدر نقول ايه رئيسها، لان الشعر يا جماعه ده اللي هو فوق الراس، اللي هو فوق راسك ده اسمه رئيسك. رئيسك ده بيبقى زوجك، لو للراجل بيبقى رئيسه في العمل، حد بيرقصه حد. فالشعر الطويل معناها غنى الزوج واسترساله، ده معناها هي راحه ليها، وان هي تجيب بقى فرشه كده وتسرح وتبقى قاعده مبسوطه بالكلام ده، ده معناه راحه. هو جاي من كلمه تسريح يعني راحه، هي سعاده. على عكس بقى لما تجيب مقص وتقصه، ده كلام والعياذ بالله ينافي الكلام اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي. فبرضو علامه من علامات الغنى والسعاده والزوج نقدر نقول السري او الزوج الوفي الشعر زي ما قلنا. ولو الشعر أحمر برضو بيدل على إن هي لو مش متزوجة تبقى هتتجوز، وخاصة لو بتحني شعرها. الحنة برضو يا جماعة دي من علامات السعادة. معنا اتصال. أم علاء، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحتي، أنا عندي رؤية، والدي متوفي، حلمت ان هو عندي في بيتي، انا عندي البيت بتاعي ليه بابين، فلقيته طالع من باب ورا، فبقول له رايح فين يا ابويا؟ قال لي ده انا رايح اكشف قلبي وجعني. فقلت له ليه يا حبيبي؟ طب استنى اروح معاك. فطلعت، فهو ما استنانيش مشي. فانا مشيت من الباب بتاعنا اللي قدام، طلعت لبست هدومه بسرعه وطلعت عشان اقابله اروح معاه. لقيته مشي، فقلت لقيت بنات كتير جيراننا لابسه فساتين بيضه، فكلهم لابسين فساتين، قلت باين عليه النهارده الفرح ولا ايه؟ فمشيت على الطريق بره. استني، بتقولي جيرانكو ايه؟ كان معاهم بيضه؟ جيراننا لابسين فساتين فرح، فساتين فرح بيضه، تمام. فانا سبتهم ومشيت، في عربيه قدام بيتنا كبيره تريلا واقفه، سبتهم ومشيت رايحه الحق ابويا. فطلعت على الكوبري، فلقيت في الطريق الاسفلت، لقيت في اسفلت تاني بعديه في ميه حته صغيره، فرحت معديه عليها، عديت على جسر في قلب البحر. فلقيت نفسي ماشيه على الجسر الصغير ده حوالي ربع متر او تلت متر، انا ماشيه عليه بزحف كاني عيل صغير بيحبي. فلقيت البحر وسع قدام مني، وانا ماشيه على الجسر، وفي ايد ماسكه سنداني من ناحيه الميه الكتيره. فطلعت لقيت واحد جاب بعربيه، قلت الله طب البحر وسع كده، طب انا ما بعرفش اعوم، ولو نزلت هغرق، ولو ندحت على الناس اللي على الشط مش هتلحقني. فبصيت كده لقيت واحد بعربيه بيضه جاي، راح لافف قدام مني في الميه، وراح واخدني، راح معديني، قال لي هتنزلي يا حاجه تعدي الناحيه الثانيه؟ قلت له ماشي. فعديت الناحيه الثانيه، لقيت عيال عمي، لقيت ناس، يعني بقول لهم الطريق دي توديني على العمريه، قالوا لي فلقيت نار مولعه، يعني زي البترول كده مولعه، بس العمدان كلها مولعه حمراء خالص، مولعه نار. فبقول للناس انتوا عايشين ازاي هنا؟ النار دي عايشين ازاي فيها؟ راحت ردت علي واحده في عيال عمي واقفين، فقالت لي احنا عايشين يا خالتهن. فبقول لهم مستحملين الحر ده ازاي والنار دي ازاي؟ فلقيت مرات عيال عمي كده وبتاع وقاعدين كده على جنب في النار دي برضه. وانا مشيت قلت لهم الطريق ده توديني العمريه، قالوا له اه. فمشيت. الطريق ده يوديكي فين؟ طيب تمام ماشي. هو عموما يعني انت تمام. احنا دلوقتي اللي انت شفتيه كله نقدر نقول هواجس، اضغاث احلام، مشاكل في اطار الاسره، العلم عند ربنا. عندك حد من عيلتك تعبان، مريض، بيعاني من الام معينه، مشاكل معينه. الطريق للشفاء او لحل المشاكل عموما طريق عندك مش سهل، مليان بالصعاب او مليان بالمناوشات، وعندك حياتك داخله ببعضها شويه. فيعني انا كل اللي اقدر انصحك بيه، انا مش هقول لك انت شفتي ايه بالظبط قد ما اقدر اقول لك يعني قربي من ربنا، قربي من ربنا. شكرا جدا كده، وربنا يا رب معاكي، وان شاء الله كده يأجرك خير ويكتب لك السلامه والخير ان شاء الله انت واللي زيك. عموما يا جماعه زي ما شفنا كده احنا فسرنا على قد ما قدرنا، ويا رب كده ان شاء الله يكون ايامكم كلها سعاده وبهجه وسرور، ويكون ان شاء الله كده كل واحد يشوف حاجه ان شاء الله ربنا يحققها له بما يتمنى من خير، ولو فيها حاجه شر ربنا يبعده عنها، وربنا يكتب لنا ويكتب لكم سعاده الدنيا والاخره، ونقول يعود علينا وعليكم الايام بخير يا رب، والف سعاده، تصبحوا على الف خير.